اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقه 27 من ليتل بلايرز ريزدنت ايفل 4. معكم جيمي، يلا نبدا. الحلقه الماضيه خلصنا تقريبا جزء كثير، تقريبا كل تشابتر 14، ضايل لنا البوس فايت اللي هو كراوزر. هلا راح نروح البوس فايت، فاذا عندك ابجريد، عندك اي شيء بدك تعمله عند البياع جو اهيد، بدك تضبط الويبونز بدك اياه. تمام، هلا الفايت هو مو صعب، هو بس كله ميكانكس. راح يكون الفايت زي أربعة فيزز تقريبا. I've been waiting for you, rookie. Oh, worried about the girl, is that it? That's just like you. You always had poor judgment. But if you think I'm gonna let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge? You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See? In that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminatos have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier. هيك هلا بيبدا الفايت. راح يكون معاه رشاش وراح يكون معاه كمان اشي متفجرات. بدك تتخبى ورا هدول. هذا الاشي المتفجرات اللي حكيت عنه. طخه بالساحة بدك اياه، المهم انك تعمل له ستان. اوكي، هلا كوني طخيته اغلب الطلقات هيد شوت فاختصرت جزء. تعال لهون اول ما تخلص ويخلص هذا الفيس تعال لهون، عندنا هون حشرة هاي منبيعها. هلا يوجوالي لما تطخه كم من طلقة راح يجي هون تصير تقاتله بين مسدس وسكينة، الطبيعي اللي عملناه قبل هيك بالفايت القديم اول مره شفناه. او يو كان سكيب اذا كنت عم تعمل له انف دامج زي هلا، فهذا سميه فيز 1. خلص، خذ الطلق. بدنا نفتح الباب. هلا فيز 2 من الفايت. فيز 2 من الفايت بدنا نمشي بغرف. هاي الغرف راح يكون فيها ترابس ومتفجرات واوتو ماشين جنز، بدنا نكسرهم ونطخهم. هون عندك اول واحد دروب داون، هون هاي الثاني اللي هو هون. ايوه هون. هلا هون راح ينزل لك لما تروح تاخذ اللوت. اوكي، لما تيجي تاخذ اللوت هذا المفروض يجيك غدر، فدائما انتبه، يا اما بتضربه انا ما لحقت، يا اما بتطخه، يا اما بتستنى، اب تو يو، شوف شو بصير معك. تيجي هون عندك اول مصيده هيها. طبعا هو راح يطخ افري ناو اند ذن. طخ هذا. هلا هون عندنا الرشاشات، بس طخه طلقه بروح. ثاني هون طلقه بروح، وهي المصيبة الثانية. اوكي تمام، امشي من هون. في عندك هون ليزر، هناك في عندك كمان واحد. طب
بطخ هذاك بالأول بعدين لف أي الثاني. I'm no stranger to covert tactics, remember? How can I forget? هلا هون في عندك مصي يدي وفي عندك كمان رشاش. مية بالمية. غدار غدار مش بإيده. طلع هون راح يكون في عنا شوية لوت بإمكاننا ناخذهم. وأنا عنا ريد هير عملها كرافت. هلا عنا هاي الارينا بدك تتخبى وتضلك تركض لحد ما توصل لعنده. اي ليش طيب ليش بس قرب منه راح يرمي قنابل. بس يرمي القنابل هاي بامكانك تيجي تاخذ اللوت اللي ما اخذنا اللي هو هذا الصندوق. اوكي وهذا الصندوق واخر اشي عندك الجرين هير. راح اضطر اعملها يوز. هلا عندنا الفيز الثالث. اول ما تفوت خبى هون. بدك تطخه عشان ينزل. مجرد ما ينزل قتال بالسكاكين راح تعمل ايفيد والفرصة اللي بصح لك تطخه فيها تطخه فيها. يا لا جود شانس ان نطخه طخه. اذا رمى فلاش جرانيت يوجوالي راح يروح وراك. بس امسك هاد بدك تعمل بريك فري. زي ما حكيت اي لحظه بتصح لك تطخه فيها جو فور ات. اذا رجع طلع فوق راح يرجع يعمل نفس الاشي. كيف هيك خلصنا الفيز الثالث ولا راح نروح لاخر فيز والقبل الاخير من الفايت الفيز الرابع. راح يتحول طبعا. هلا المنطقة الرابعة بالفايت راح نمشي هون بمتاهة كريدورات عتمة وراح ينزل لك مرتين او ثلاثة. فيا بتعمل ايفيد يا بتعمل فاري وبلحظة من اللحظات ممكن يصح لك انك تطخه. اوكي فاذا صح لك تطخه جو اهيد. هون اول مكان صح لنا نطخه طلقة في الجد. اوكي تعال هون هلا راح يجيك كمان مرة.
اعتقد هاي ايفيد مش باري. ولا هيك رسميا بنبلش باخر فيز. اخر فيز الارينا راح تكون طابقين تمام. هو اللي راح يعمله راح يضله ينط وفوق وتحت. لما يكون جنبك طخه برضه نفس الاشي فاري ودوج وكل الامور هاي. طلع السلم بلش الفيز الاخير. اذا طلع فوق ونطلق لتحت دائما كبسة ايفيد وحيكون وراك، ولما تيجي تطخه راح يغطي راسه وتحاول تطخه على اجريه عشان تعمل له ستان. استخدم السلاح اللي بريحك يور كول. كيف راح ينط ايفيد؟ بس امسكك سكينة. سكينة هيك بكون ميجر كراوزر مات. تاخذ التروفي يو يوز تو بي ا جود جاي. حكيت لكم مو صعب، هو بس كله ميكانيكس بيعلمك كل شيء عملته في الجيم، الباري والايفيد، تستخدم الطلق، تستخدم اللي بدك اياه. هاي السكينه تاعته، هاي واحده من الويبونز اللي بنحتاجها للتروفي نكلم كل الويبونز، بلس انها سكينه قويه. زي ما حكيت كراوزر مات، مبروك لتروفي. مش المفروض انه يغلبك الفايت. بس دكتور زي ما حكيت تاخذ الفايتنج نايف. الارينا لوتها لو فيها اشي. عندك الصندوق. ايش فيه؟ ليش ما معيش وسع اعمل اي اشي؟ ايش فيه؟ طيب ماشي معيش بقدرش اعمل شوتجن. اعمل لي هدول الثلاث مع بعض كمان واحدة. كرافت كمان عملت لها يوز تبا. يلا مش مشكلة بسيطة. استخدم البيضة اللي انا مش متذكر من وين جبتها عشان تقلل هيلث. هدول معاي منهم اربعة ما بعرف ليش عملها كود. خلص ممتاز. طيب طبعا هي اخر الجيم فكمية الطلق اللي راح ناخدها حتكون اوفر فتخطي براحتك. تمام فوت من هون.
كراوزر مات. والشابتر اند. لو بدك تسيف جو اهيد. بدنا نفوت على الشابتر 15، هذا الشابتر اللي قبل الاخير. اوكي. هلا راح يكون عندنا واحدة أنا برأيي الشخصي من أحلى الميشنز الموجودة بالجيم. طلع هون. That's got to be their sanctuary. هذاك المكان ماخذين عليه أشلي. هون. الديفنس تاعتهم. تمام. هون عندك البياع وعندك السيف لو بدك تسيف. جو اهيد. اعتقد ما عنده اشي جديد. ما عنده. طبعا الكيلر، الكيلر بيستخدم الماجنوم امو ولكنه كثير قوي. تمام، فإن كانت تستخدمه بدي أصلح. طبعا هلأ صار معانا السكينتين. تمام، بس استخدم هاي أعملها كويب، بس بدها بجريد. طبعا الصرصور اللي أخذناه بيعه، نصلح هذا. تمام، ليتس جو. زي ما شايفين في واحد معه روكيت لانشر، في واحد هناك راكب على رشاش. روكيت لانشر هو اللي ضربني بالاخير. راح يجي مايك بالهليكوبتر يجي يساعدنا. راح يطلع كمان ويب هون، ما خلصنا. انت طولت، موت خلص. بس والله قدها مايك. ايجي مايك فجر لك هاد، افتح لك الباب. بس بده يصير مايك الزلمة هاد بده يفتح لك ابواب عشان تقدر تمر. اوكي ثانك يو مات. هلا هيك خلصت الويب، بامكانك تلوت. هذا المكان هون راح يكون في عنا فيه تريجر، لا تنساه. التريجر راح يكون هون. اوكي هون يفترض عنا طلق، مش عارف وينه. اطلع فوق. طبعا دائما الرشاش هذا انت بامكانك تستخدمه. لم اللوت كله.
يطلع فوق. تمام، هيك لمينا كل شيء. هلا بدنا نروح على المكان اللي فتح لنا يا مستر مايك، بايل هون مصاري ما اخذتها. يلا مايك ليتس جو. هلا هون بحكي لك انه هو راح يطقطق المنطقة اللي جاي. طبعا اكيد راح يفلت كم من واحد منهم ولا جابهم كلهم؟ لا في واحد فلت. فخور فيك مايك، انا فخور فيك، برافو عليك. اوكي First aid spray. كمل. ما في اشي هون. ممتاز. اطلع السلم. هون ورا في عنا لوت. تمام. هلا هون راح يطلع عنا AA gun. راح يحاول يطخ على الهليكوبتر. بدنا نعمله هلا، بدنا نفجر هذا الرشاش. الباب الازرق هذا ما بيفتح طبعا لانه منطقي انه ما يفتح. في انمي راح يكون على الرشاش هناك. اوكي لم اللوت، تأكد انه ما في كمان حدا واقف في غدرك. واحد هناك فوق. خد صناديق ليون. اوكي اطلع من هون. هون تفتح هذا الباب. خذ اللوت. اوكي اطلع من هون من برا. يلو هيرب. هذا تحت بيرجعنا من محل ما كنا. تمام. كان في هيك زي نفق تحت الارض، هاد برجعني عليه.
ليش الأذى؟ ليش؟ Yeah, about time to heal. تمام، طلع لفوق. في واحد معه روكيت لونشر. طق البرميل اللي جنبه، ما بموت. اوكي، اركب هون، طق على الاشي هذاك. مية بالمية. بعدين طقطق على هدول. فهدول بامكانك تطخهم رايفل، بس كانوا في فري امو فليش لا. اوكي، الانمز اللي هون هلا بطخهم. والله تيجي تطخهم لو سمحت. شكرا جزيلا سير. والله في كمان، تعال طخ لي هذا. والله فتح لنا البوابه كمان. طب كم طخيت هذول اللي ضايلين يا رب؟ هلا هو عم بحكي انه ما معه طلق، فبروح وبرجع لك. هذول بيطلعوا بس تفتح الباب. ايه تمام، تأكد انك اخذت كل اللوت. هلا بدنا نروح على الجهة اللي بعدها. هلا هون برضو راح يكون في عنا انميز وراكبين على رشاشات. اول واحد اقتل هذاك. اي نسيت انه في وراي سلم. تأكد انه ما في حدا هذاك الرشاش. في عندك الرشاش الثاني هون.
تمام امشي هون. هون جوا عندنا كمان، هون هذا السلم بنزلنا تحت بس بتذكر في لوت هون. هلا بمجرد ما توصل هون في عندك المفتاحات بس حركه راح ينزلوا الانمي من هون، فتروح تركب على ذاك الرشاش تبلش تطبخ. اوكي تعال هون. هلا انت راح تفكرهم خلصوا بس هم لسه فعليا ما خلصوا، فتعال دروب داون حينزل كمان انميز، فارجع اركض هون اطلع فوق راح يجيك الزلمة اللي له راس خنزير خليه يخلص طخطخة. ايوه نزل هذاك اهم واحد يموت. يفترض هيك انه كل الانميز ماتوا، هلا بامكانك تلم اللوت براحتك. اطلع السلم هذا، هون في عندك ريد هيرب. هلا بنصير على الجهة الثانية من المكان، دور الناس اللي قتلناهم، افتح الباب. يفترض انه هيك لميت كل اشي. هون في عندي جرين هيرب وفي عندي رايفل امو. جرين هيرب موجودة هون. رايفل امو موجود فوق. ايوه. 100%. خلصنا المكان، روح على الباب اللي فتحناه. بحاول اتذكر كان في تريجرز اخذناهم كلهم بس عشان جاستن كيس. هاي 22 23 24. اوكي مظبوط بس لا اكون ناسي واحد. اوكي هلا اركض باتجاه المروحية. للأسف هيك مايك بكون مات للأسف. هلا في عندنا الدبانات هدول بدنا نقتلهم.
سوري انا عارف انه الحلقه طولت، ما كان قصدي انها تطول توصل اكثر من نص ساعه، بس هذا المكان كنت حاب اخلصه هو والفايت مع بعض، ولكن اخذ اكثر مما كنت متخيل. ولكن معلش انا بعرف تعذروني شوي، عندنا هون اخر ريكوست خلينا نعمله على السريع. اطلع السلم هاد، هذا اخر ريكوست هلا بس تعمله بتاخذ له تروفي. هون في لوت بالضبط. ايوه اوكي دروب داون. هدول الحشرات اللي قتلناهم ممكن ينزلوا لك روبي او تساب فاير لونها ازرق. انزل هون راح ناخذ كمان تريجر. ستاف اوف رويالتي هاي تنباع. هون في عنا فايل، طلع هون فوق في عندك اول بلو ميداليون، وتطلع هون راح تلاقي الثانية. هيا هناك فيش اشي ثاني هون. تمام رجع اطلع فوق. ثالث بلو ميداليون هون عند السلم. الرابع تكون هون. واخر واحدة فوق. تمام هيك خلصنا ال شو اسمه الريكوست. هلا بس تسلمه تاخذ تروفي. تعرف شغلي هذا المكان ولا والله لا يكمله؟ مش مشكله معلش حطول الحلقه، ممكن اقسمها نصين بشوف شو بصير معي. بس هون ركب ال ركب هذا تمام، لانه زي ما انتم شايفين هون في عندك اكياس فيها الجثث هاي. هلا الجثه هاي لو ما خبطت فيها يعني هي حتتحرك، بس لو ما خبطتش فيه ما راح ينزل تمام. بدك تحاول تعمله انك ما تخبط فيه. فهي هنا هذا اول واحد، هون ما في شيء صح. هذول الاكياس ما فيهم شيء. الفايل ماشي. تفوت الغرفة هاي، فقدت الاكياس انهم فاضيين فاضيين. خذ هون تريجر، وهون في عنا الكلوك. هاي مكانه هون بنفس غرفة التريجر. هاي رقم 15، تكون ضايل لنا واحدة بآخر الشابتر. افتح الباب. هلا هون في واحد من الاكياس فيه جثه، بس مش عارف اي واحد. ايوه ذاك اللي ورا. هديك لو قربت منها ممكن تصحى، بسبب انه زي ما شايفين في جنبها الصندوق. لا جرب، إذا ما خبط فيه ما راح يصحى 100%. هلا هذا الصندوق هون، هاد فيه حية. جرينيد تمشي هون وينه. هذا الكيس برضه فيه كمان جثة. طبعا هذولا زي دائما لو تضربهم راح ينزلوا لك روبيز لونهم احمر. فا if you are short
على الروبيس بإمكانك تأخذهم، بإمكانك تقتلهم الثلاثة، ثلاث جثث. إذا ما بلزموك الروبيز this is how you steal. اوكي على هون بدك تركض وميك شور انك ما تخبط بولا واحد من الاكياس اللي كان فيها الجثث. اوكي هون بامكاننا نخلص الحلقه باريحيه. وصلنا عند البياع. الشوتينج رينج هذا بس عشان اذا راح عليك اي شوتينج رينج هاي الفرصه الاخيره انك تروح تعملها. هون راح تعيدهم الاربعه تمام. عندك البياع اعطيه اخر ريكوست عشان تاخذ التروفي تمام. زي ما حكيت شوتينج رينج هاد عشان هذا الفرصه الاخيره راح تلاقي فيها شوتينج رينج. فاذا اي واحد مش عامله او جايب اس رانك هاي فرصتك انها تعمله. الحلقه الجاي راح يكون في عندنا بنخلص شابتر 15 بنقتل البوس وبكون ضاينا شابتر 16. بشوف يا بخلصهم بحلقه يا تنتين بشوف شو بصير معي. فانيوي لحد هون كان معكم جيمي. لو عجبتكم الحلقه لايك وسبسكرايب. لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليها ووك ثرو اكتبوا لي في الكومنتس ونشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.